السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. نسيت اقول لكم، انا اسمي محمد تحسين، لان الناس على طول بتعدي الحته دي وبتنسى اسمي. انا اسمي محمد تحسين من قناه سرشاجي. النهارده انا جاي اكلمكم على هرمون جميل قوي والناس كمان ما سمعتش عنه، ودي من ضمن السلسله بتاعت مكملات ما سمعتش عنها قبل كده، وهو هرمون الدهيه. الدهيه ده باللغه العربيه واللغه الدارجه اللي احنا ماشيين بيها، بس هو الهرمون اسمه DHEA اللي هو الدهية. انا جايبه لكم بس طبعا الكلام هيتجاب بالعكس، او DHEA healthy aging formula. ده هرمون بيساعد على فايت او بيحارب الشيخوخة. بص اقول لك على حاجة، الهرمون ده يعني وظيفته ان ده هرمون قبل ما يحصل هرمون التستوستيرون او هرمون الاستروجين، يعني ده ما قبل التستوستيرون والاستروجين. ده الهرمون الخام او الهرمون اللي هو قبل ما يتحول اذا كان استروجين او 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 تستوستيرون. الاستروجين ده للستات اللي هو هرمون الانوثه، والتستوستيرون ده هرمون الذكور عند الرجال. وظيفه ده ايه؟ وظيفه ده ان لما حضرتك بتاخده بيقلل الشيخوخه عندك. لما انت بتاخد مثلا حبايه او حبايتين في اليوم بيقلل الشيخوخه عندك. وطبعا ده مش الحل السحري، لان انت ما تبقاش انت مثلا وليكن تاخد مثلا ده وما بتلعبش رياضه، ومثلا بتشرب سجاير وكحوليات وكده، وكمان على طول مكشر او قاعد في الشمس كتير، فبتخلي وشك على طول الايجنج او اللي هي الشيخوخه تبان عليه. ما هي دي، ده مكمل او دي حاجه من ضمن سلسله حاجات تقدر تعملها. لو عملتها هتقلل شويه. في حاجه اسمها العمر البيولوجي وفي حاجه اسمها العمر الحقيقي. العمر البيولوجي او الحقيقي الفرق ما بينهم اللي هو في عمر بيبقى مكتوب في البطاقه، مثلا وليكن مثلا انا سني 40 سنه، بس الشكل الحقيقي ما يديش 40 سنه، يدي مثلا 30 سنه وهكذا. هو ده العمر البيولوجي والعمر الحقيقي. زي مثلا الفرق ما بين كريستيانو وروني، الاثنين في نفس السن، بس روني شكله كبير جدا وكريستيانو شكله هيلسي او صحي جدا وان هو بيلعب رياضه وهكذا. فده مش الحل السري ده او السحري، ده حل من ضمن الحلول اللي تمشي عليها. يعني مثلا اجيب ده بيساعد فعلا على اللي هو يفايت او يحارب الشيخوخه، وكمان بيقلل التوتر، وكمان طبعا كل ده بيساعد طبعا وشك بيبقى وشك مناخه كويسه او جسمك عموما مناخه كويسه. طب تعالى بقى نيجي للجانب الثاني. طب انت بتلعب رياضه مثلا، بتاخد ده مثلا، ده كده 2 من 10، بتلعب رياضه ادي كده 4 من 10، بتاكل اكل صحي ادي كده 6 من 10، بتنام كويس ادي كده 8 من 10، ما بتشربش سجاير او عادات غير صحيه، او بتقف في الشمس كتير، او على طول مكشر، او بتعمل وشك كده، فده طبعا بيأثر. فطبعا لو ما بتعملش كده فده يعني يكسب معاك اكتر وهكذا. ال DHEA انا جبته، ال DHEA انا ده جبته علشان اجرب المفعول ده. انا صراحه لسه ماشي عليه، ما اعرفش هل يعني هيعمل ولا لا، بس انا طبعا ماشي على الحاجات الثانيه. يعني انا واخده ده بس ما مش طبعا انا بلعب رياضه، ما بشربش سجاير، ما كده بشرب سجاير، ما بشربش كحوليات. يعني بحاول ان انا التزم بالعادات الصحيه، وجبت ده عشان يساعد معايا، عشان يعني ما يبانش عليا الكبر في السن او هكذا. بس كده، حتى مكتوب عليه DHEA healthy aging formula، او معادله اللي هو عدم الشيخوخه او الشيخوخه الصحيه، حاجه زي كده، اللي هو من الاخر ما يخليكش توصل لشيخوخه بسهوله. قلت لكم يا جماعه ده مش الحل السحري بس، ده من ضمن حاجات كتير قوي، عشان كده ده اسمه مكمل مش علاج بس. فحبيت اقول لكم بس اجيب لكم حاجه كده غريبه اسمها داهيه، ده ما سمعتش عنها قبل كده. فاتمنى اذا كان عجبكم الفيديو وتعمل لايك وتشترك معايا في القناه. ولو صح نسيت اقول لكم صح على حاجه، لو في اي تعليقات يا ريت تكتبوها لي، لو في اي حاجه تخص الكومنت المنتج ده يا ريت تكتبوها لي عشان غيركم يستفاد وانا كمان استفيد. شكرا جدا ليكم يا جماعه، كان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.